خاطر هذا اليوم انا قلتها في المطبخ. طبعا كان موقف مؤلم وقصة مؤلمة جدا بالنسبة لي وكتبت عليها. لو وش الموقف؟ سيد الصوت ما نسمع زين سبيكر. وش طيب الموقف ايش؟ الموقف كان جدا مؤلم بالنسبة لي. هي قضية، فلما تكلمت لي وشرحت لي تفاصيل هذه القضية اللي وصلت إلى الطلاق، فهمت كيف؟ كان جدا مؤلم يعني، فكتبت فيها. خلاص انتهى قالت، خلاص انتهى قالت، وبين قوسين امسحني وخذ ما بقى منك وخلى البقاء مني. وقعدت تضحك من الفجعة وقلبي غارق بوجعة، تقول وبعينها الدمعة وتاخذ انفاسها جمعة. كيف تضحك يا ناسي وانا اللي خليتك انفاسي، كيف تضحك يا ناسي وانا اللي خليتك انفاسي، وانت تخون وصاير مغرم ومفتون وانا اصون، وانا اللي حبتك بجنون واقول الغلط مني، انا اللي ابعده عني واصدق كل كذباتك واعيد اقرا كتاباتك وانت جالس تكلمها. خلاص اسفه ما اقدر، هذا المكتوب ومقدر، ابيك الحين تمسحني، ابيك الحين تمسحني. الله عليك. صح.